مكان مشهور بزراعة نباتات مثل المحاصيل الصادر، المحاصيل حواشتين بس السنة دي اتزرعت وبرضه ما أدوا إنتاجيات كويسة. إنه نهيئ الحق داخل المشروع بندوات إرشادية، بعمل نماذج مع المزارعين داخل حقولهم وأيام حقلية، وإن شاء الله نحن برضه من برامجنا إنه نعمل يعني نكثف العمل الإرشادي بالذات، يعني نكثف العمل الإرشادي بعمل حقول إضاحية للمحاصيل الهامة، ونعمل ندوات إرشادية بالنسبة للمزارع، وإن شاء الله ساعين في إنه برضه يعني نهيئ المزارعين أو نحثهم على تكوين الجمعيات المنتجين إن شاء الله. ربنا يعينكم أخونا إدريس، يعني عليكم يعني دور كبير جدا إن شاء الله، ونحن مقتنعين إن شاء الله، وحنتوقع إن شاء الله في خلال الجيل الموسم الجاي ربنا أحيانا إن شاء الله نلقى، متأكد إنه حيكون المشروع شكله اختلف. إذا عندك أي رسالة أو أي توجيه أو أي مناشدة لأيها، ندي لك الفرصة قبل ما نختم هذه الفقرة. والله أول حاجة دعوتنا الأولى لأخواننا في شركة زادنا، هو الشريك الشريك الثاني لنا في إدارة المشروع، بانه يعني يسرع في يعني يسرع في الحلول بتاعت الري داخل المشروع، لان المشروع ده مشروع واعي، المشروع معروف بمساحات يعني باراضي ممتازه وبنوعيه بتاعت مزارع يعني قابل يتطور ان شاء الله. فنحن